شركات صناعة الأدوية في غزة تملك من الكوادر والطاقات والخبرة العلمية ما يؤهلها لإنتاج أنواع متعددة من العقاقير الطبية عالية الجودة لتنافس كبريات شركات التصنيع في العالم، لكن الإنتاج يبقى محدوداً بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع. خسرنا بملايين الدولارات، يعني لأنه إحنا الآن نسوق في قطاع غزة فقط، وبنعاني الأمرين في جلب المواد الخام هنا نتيجة الحصار. أحيانا مواد خام كتير لا تصل، وأحيانا مواد خام نحتاج إلى شهور بل سنة، أحيانا سنة كاملة حتى نحضر المواد الخام هنا للمصنع. المواد الخام التي تفتقدها شركات الأدوية الغزاوية نادرة الوصول إليها منذ فرض الحصار عليها عام 2007 وإغلاق إسرائيل المعابر، إضافة إلى هدم مئات أنفاق التهريب بين القطاع ومصر في الآونة الأخيرة. تضييق الخناق على شركات الأدوية وغيرها من الصناعات المتعددة في غزة كلفها ملايين الدولارات وأثر في مستوى إنتاجيتها، وبالرغم من ذلك فإن لديها العديد من العقاقير المسجلة في دول أخرى. في مشكلة في عملية التصدير لمنتجاتنا الضفة الغربية، وقد تم تسجيل جزء كبير من أصنافنا في الجزائر وتحليله في وزارة الصحة الجزائرية. ومع كل هذه التحديات فإن التصنيع الدوائي في غزة مستمر ويقدم خدمات متميزة للمستشفيات والشركات.